كيف نقرا الاستاتستيكال تيست للكومباريزن؟ سهله جدا، ركزوا معي لو سمحتوا جميعا. الان the relation between obesity and the blood glucose، البي فاليو نانسي. اذا اقول there is no difference or statistically difference between الناس اللي هم المين اوف بلاد جلوكوز اند الاوبيز اند نان اوبيز، ما في اي فرق خالص. فبالتالي لا يفرق اطلاقا اوبيز عن النان اوبيز في المتوسط بلاد جلوكوز، ما في فرق خالص، ما في فرق اطلاقا. وهذا الفرق اللي نشوفه انه الزايد هذا ديو تو تشانس، ولا يوجد فرق خالص. جميل. طبعا اكيد المفروض كنت اسالكم ايش نستخدم هنا ستودنت تيست. طيب هنا البي فاليو سيجنيفيكانت صح؟ ما معناها؟ بس نحسب فين الان ال 190 نحسبها على المين؟ ال 190 اكثر من 150 طبعا سيدن تيتس 190 اكثر من 150. اذا الناس الاوبيز المتوسط بلاد جلوكوز اعلى من الناس نان اوبيز، وهذه ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. ولما نقول significant ما معناها انه لو رحت للpopulation هحصل نفس العلاقه. طيب الان عاوزين نشوف العلاقه بين الليفر انزيمز اللي هو الاي ال تي مع اخذوا ناس علاج، عاوزين يشوفوه قبل العلاج ويشوفوه بعد العلاج، احنا نسميها sustained virologic response بالنسبه للهيباتايتس سي. فطلعوا الميديان، طبعا وانس اني اقرا ميديان على طول افهم ان الداتا دي نون نورمال ديستريبيوتد. طبعا هنا العلاقه علاقه ايش؟ significant، علاقه حقيقيه. إذن إيش اللي يقولوا الآن؟ واضح إن في فرق، إن الناس اللي هم بعد التريتمنت الـ ALT حقهم أقل من الناس اللي قبل التريتمنت، وهذا الفرق فرق حقيقي. وبالتالي الـ ALT حيحصل له reducing في الناس اللي أخذوا التريتمنت مقارنة بالناس اللي كانوا قبل ما يأخذوا التريتمنت. ودي نعبر عنها أو نختار التست لها، إيش اسمه التست؟ والكوكسون تست ليش؟ برافو عليك، لأنه بيفور وافتر. Before وافتر وتو. طبعا انا حاعطيكم الان في الاكسرسايز الاخير حاعطيكم كل العلاقات قدامكم، حتكون حاعطيكم اياها. طيب الان في دراسه، خلوكم معي، عاوز اشوف الالبيومين الايفكت حق الالبيومين مع الناس اللي بيفور والناس اللي يسموها الايرلي ريسبونس والناس اللي هم سستين فيرجيكال ريسبونس، قسمهم الى 3 جروبس. فشاف الاتي البي فاليو ايش؟ اذا لا يوجد فرق. اذا هو كان بيفور وكذا حيكونوا في نفس الشخص اكيد، وحيستخدم اللي هي فعلا ريبيتد ميجر انوفا. طيب الان البلاد جلوكوز مع دراج اي ودراج بي ودراج سي، البي فاليو والديستريبيوتد نورمال انوفا تيست صح. طيب الان كيف نقارن؟ من هو السيجنيفيكانت؟ البوست هوك تيست. هنا لابد نستخدم البوست هوك تيست، احنا ما نقدرش نميز بينهم، لابد نستخدم بوست هوك تيست. احدى افراد او من عائله البوست هوك تيست يسموه بانفروني تيست، في عدد كبير. ايش زي ما قلنا يشتغل البانفروني تيست زيه زي التي تيست، يروح يقارن الاي مع البي والاي مع السي، وبعدين يقارن البي مع الدي ويشوف اللي فيهم سيجنيفيكانت ويقول السيجنيفيكانت يا جماعه بين ذا وذا مثلا. فدي لو ما تكون سيجنيفيكانت ما نقدرش نعمل انتربريتيشن لو ما نعمل بوست هوك تيست. هذه نشي نوقف عندها طويلا. تفضلوا لو سمح حد يعلق عليها. واضح اول شيء انها significant. طيب لو سمحتوا اقروها لي. طبعا هي اكيد التست هنا كاي سكوير صح؟ جميل. لا قبل الفرق بين قرايه التيبل وفرق بين قرايه الريسك. قبل ما نقرا الريسك احنا عاوزين نشوف نعمل انتربريتيشن الجات شوينج مع الفيرال لود. جات شوينج اور شوينج جات ما في مشكله. الناس اللي هم يتعاطوا اكثر من جميل. نشتري محاوله ثانيه. حلو برافو عليك. طيب انا بقولها وفي واحده معاكم اكسرسايز في لا حد يجاوب عليه حقولها. ركزوا معي. شوفوا النسبة 57 31 مع الناس الاكسبوز، يعني مع الناس اللي هم جات شور صح؟ فايش اللي نقوله؟ نقول الناس اللي هم الجات شور
associated or related مع increase viral load. مش هذا increase viral load, high viral load. طيب لو واحد منكم لقطها حيقول لي ما النسبة 68% أعلى من 57, صح؟ عادي أقول له, عادي أقول له إن اللي هما non got sure is associated or related with low viral load. يعني كأني وصفت الكوب الملان والكوب الفاضي, ما فرقت. إذا يا أقول إنه الناس اللي هما got sure related or statistically significant association with high viral load, أو أقول الناس اللي هما non got sure associated with اللي هما low viral load. كلاهما صحيح. أنا يا أوصف الكوب الملان يا أوصف الكوب الفارغ. لا هنا واضحة. الأودز ريشيو 3. شايفين حق الكونفيدنس انترفال عدى الواحد صح؟ فهي سيجنيفيكت واضحة بدون ما أشوف هذه. جميل. ما معنى 3 أودز ريشيو؟ إن الناس المدخنين مدخنين إيش؟ الناس المخزنين 3 اضعاف حيكون عندهم انكريز الفايرال لود مقارنه بالناس اللي ما مش مدخل اللي ما مش مخزنين. واضح. بس في نقطه مهمه جدا, الاودز ريشيو لا يقرا, يقرا الاكسبوزد. الاكسبوزد لانه حيجون ناس ممكن يجوحوا يقرون نان اكسبوزد. لا, هو اساسا الريسك يقيس, يقيس ما مدى الريسك للناس الاكسبوزد, فاقرا للناس الاكسبوزد اللي هم الياس. بيجي تيبل معكوسه فيها واشتي اسمع رايك فيها في الاكسرسايز. طيب لو سمحتوا ها تمارين اللي هو سي, اقراوا التيبلز الان, كتبوا ملاحظاتكم على ريدنج التيبل. طيب اول امر هذا الالفا فيتو بروتينز, وطالما وشفت بيفور وافتر هذا طبعا واضح انها بير. جميل. هل هي نورمال ديستريبيوتد؟ ها بير تي تيست صحيح وليس أول كوكسون بيرتيتس. برافو عليك. إذن بيرتيتس كلكم صح, والكوكسون كانت في البير. ممتاز. إذن بيرتيتس. طيب لو سمحتوا هي طلعت البي فاليو سيجنيفيكنت, ما معناها؟ واضح إنه المين حصل له ريديوزنج بالنسبة في الأفتر تريتمنت مقارنة بالبيفور, وهذا statistically significant. يس. طيب ايوه الثانيه هذه لو سمحت ركزوا معي, حقول هنا قاعده مهمه جدا. اولا التست اللي تستخدم كاي سكوير صح؟ جميل. من هنا شايفين الكونفيدنس انترفال واضح انه حيمر بال بدون ما اشوف البي فاليو فعلا هي نان سيجنيفيكانت. احلى نان سيجنيفيكانت. شوفوا عشان بس احنا كيف بحان عندنا كذا معشعش في راسنا ان النان سيجنيفيكانت هذه يعني نتيجه دمار. احلى نان سيجنيفيكانت ما معنى هذه؟ معناها انه التريتمنت هذا التريتمنت بالنسبه للناس الهاي فايرال لود والناس اللو فايرال لود اللي عمرهم اقل من 40 سنه واللي عمرهم اكثر من 40 سنه ما يفرقش خالص, الريسبونس واحد. شوف ايش حنشتي بعد كذا؟ فاجي اخرج المجتمع العلمي اقول نان سيجنيفيكانت, لو رحت للبوبوليشن ححصل نفس الريليشن, لا يفرق العمر في التريتمنت. بينما كان في اذر دراجز بالنسبه للهيباتايتس سي زي ما انتم عارفين الانترفيرون والريبافيرين, كان الناس اللي هم الكبار الاستجابه حقهم اضعف. العلاج الجديد ما في فرق خالص. فشوفوا كيف نحن نان سيجنيفيكانت ولها معنى عميق جدا. حتى بس اللي زملائنا اللي عندهم انه مشكله لو ما تطلع نان سيجنيفيكانت يعتبروا بهذا المثل. لا تنسوا القاعده دي, اذا بي فاليو طلعت نان سيجنيفيكانت لا انظر للريليتيف ريسك ولا للاودز ريشيو. لو كان ان شاء الله 100 لا ينظر له. بس قولوا لي ليش؟ لأنها أساس العلاقة بالصدفة. فكيف أنظر لعلاقة بالصدفة على الريسك فاكتور حقها؟ هي علاقة بالصدفة أساسا جات. فكيف أنا عاد أنا أروح أمسك الريليتيف ريسك ولا الأوز ريشيو وأعلق عليه؟ العلاقة أساسا بالصدفة. فهذه نقطة مهمة. ولذلك بعض الزملاء للأسف تجي العلاقة نان سيجنيفيكانت ومثلا معاه الأوز ريشيو 5 فيقول إنه الأوز ريشيو 5 أضعاف. ما عاد فيش 5 اضعاف. العلاقه اساسا نون سيجنيفيكانت, العلاقه باي تشانس. فاذا كانت العلاقه باي تشانس عاد ننظر ليش انا, فما عاد لهاش معنى خالص. طيب هذه الكوليسترول ودراج اي ودراج بي ودراج سي. التست اللي حنستخدمها ايش؟ يا سلام هنوفا. طيب بعدين برافو عليكم, لانه سيجنيفيكانت مش عارف فين بالضبط, فاعمل بوست هوك تيست عشان احدد فين بالضبط السيجنيفيكانت. وقلنا بينفروني تيست احدى او احد اعضاء البوست هوك تيست.
طيب لو تكرمتم فايرال لود والافكت اوف تريتمنت اللي هي دراج اي ودراج بي، هنا استخدم ميديان ورينج والبي فاليو طلعت سيجنيفيكنت. اول التست اللي حنستخدمها ايش؟ يا سلام والله ما لكمش حل خالص. طيب شوفوا النقطة المهمة جدا، بعض الناس على فكرة هذه المناسبة جبتها من رسالة وفي على في المناقشة، الممتحن سأل سؤال قال كيف يجي ميديان زيرو؟ اشتيكم تردوا انتوا الآن، برافو عليكم. يعني عملت أنا الفايرال لود في الدرج بي، هم 50 بيشنت، البيشنت رقم واحد ما فيش عنده فايرال لود زيرو، ثاني زيرو، 25 بيشنت زيرو، 26 زيرو، فوصلت للوسط زيرو، فزيرو طلع، ايش المشكلة؟ ما في مشكلة خالص، فاهمين كيف الفكرة فيها؟ أو شكرا جزيلا، شكرا. فإذا واضح إنه في إفكت وفي ديفرنس للناس اللي هم بعد الدرج بي دان الدرج اي، الدرج اي لازال مع حقه الميديان عالي بينما الدرج ده اقل منه او زيرو. طيب لو سمحتوا هذه ذا افكت اوف فاكسينيشن امونج هيباتايتس بي انفكشن. طيب اللي بعده الفاكسينيتد اللي هو ذا افكت اوف فاكسينيشن امونج هيباتايتس بي انفكشن، فاكسينيتد يس ونو والهيباتايتس بي انفكشن يس ونو. طلعت هذه، شوفوا طلعت الكاي سكوير 7.1 معناها انها البي فاليو سيجنيفيكانت صح؟ ها؟ والله انا صالح نفسه لا نفسه بس ما عملش كونفيدنس انترفال، ما عشان اكبر الجدول ما عملش كونفيدنس انترفال، بس كويس حعلق على الكونفيدنس انترفال وعندكم. اول شيء علاقه حقيقيه، جميل. شوفوا ايش اللي كيف اقرا العلاقه دي، لو سمحتوا حد يقراها لي، تفضلي واحده تقراها من الاخوات، تفضلي. يعني الناس اللي اخذوا الفاكسينيشن عندهم اللود بالنسبه للفيروس بصفه 31، بينما الناس اللي ما اخذوش خاصه الفيروس بصفه، معنى واضح انه قل الناس اللي اخذوا الفاكسين قلت عندهم الانفكشن بالهيباتايتس بي، هذه واحده. وزي ما قلنا اقراها القرايه الثانيه، الناس اللي ما اخذوش الفاكسين عندهم الانفكشن عاليه. طيب لو ما اقرا الاودز ريشيو 0.3 بروتكتيف. طيب نعيد، بروتكتيف لصالح من؟ لصالح الناس الفاكسينيتد اللي اخذوا الفاكسين، بروتكتيف اقل ما جالهمش الانفكشن، فهو الاودز ريشيو حقهم 0.3. ولو شفتوا حقكم الكونفيدنس انترفال اللي عندكم ما عدتش في الواحد صح، فهي إذن علاقه حقيقيه. معناها ايش؟ معناها الناس الفاكسينيتد مش حيجي لهم الانفكشن او هيباتيتس بي انفكشن. لا انا لقحتهم ورحت اشوف الناس معايا فاكسينيتد وناس نان فاكسينيتد، واروح اشوف عمليات اللي عندهم الانفكشن، فواضح انه الناس الفاكسينيتد قلت الانفكشن عندهم. طيب لو جيت تسالني طيب كيف فاكسينيتد وجالهم اصابه 15 واحد مصاب؟ اقول الاتي، يا واحد يا الفاكسينيتد نوت افكتد، يا انه انا اعطيته فاكسينيتد وقد مصاب اوريدي. لكن واضح تماما بالنسبه لي انه حصل ريديوزنج للانفكشن من الناس اللي هم فاكسينيتد. لا تنسوا القاعده دي في الاوز ريشيو، نقرا للاكسبوزد اللي هم ياس، الاكسبوز اللي هم فاكسينيتد، نقرا للاكسبوز، فواضح انه الناس اللي هم الاكسبوز للفاكسين قل عندهم الانفكشن. تفضل دكتور رائد، تفضل. طبعا اكيد اذا طلعت اكثر من واحد حيكون ريسك، حيكون هذا ريسك، لكن طبعا ما بتجيش معنا، لكن لو طلع الاوزري شو اكثر من واحد حيكون ريسك طبعا، بس مش حتيجي مع الفاكسينيشن خالص الا اذا الفاكسينيشن هذا مضروب. شكرا جزيلا لكم.